الله وأن يسدي له وأن يجري الخير على يديه وأن يبارك فيه وأن يبارك في أبنائه. فليتفضل فضيلة الشيخ الفاضل العالم الشيخ عبد القادر العامري لهذا الكرسي ليلقي علينا درسا. فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلاة تخرجنا بها قربات الوهم، تكرمنا بها بنور الفهم، توضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت على الغيوب. اللهم أخرجنا من قربات الوهم، أكرمنا بنور الفهم، تعلمنا جميعا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وما بعد أيها الإخوة المصلون، شكر موصول لفضيلة الشيخ الإمام الدكتور الشيخ عبد الحميد. وإن كان قد أطنب التقديم، والشكر موصول لكم عمارة هذا المسجد بالذكر والقرآن. أحييكم تحية الإسلام، تحية الأخوة والتقدير والاحترام. فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة أن هذه اللقاءات عندما تأتي في زمانها وفي مكانها تفرح الإنسان. عندما يقرأ الإنسان شريط الحياة، شريطة حياته أو حياة غيره، ويجد الناس تقول بمناسبات متعددة تجارية أو ترفيهية أو غيرها، ولكنه عندما يقرأ في ذات الوقت ويجد أنه التقى مع الناس في هذه الحياة، ولكن الشيء الذي يجمعه معه هو الصلاة، هو الذكر، هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حينها يعرف أن الحياة هي هنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. أسأل الله سبحانه وتعالى تكون هذه الدقائق التي يتكلم فيها بين أيديكم تكون من هذا القبيل، وأن تكون إن شاء الله في ميزان حسناتنا جميعا. المرحلة التي إليكم قد لا تكون جديدة، ولكنها إن شاء الله تكون منبهة وتكون موقظة وتكون مذكرة. انطلق في هذه الكلمة من قول الله تبارك وتعالى في سورة